من 1970 إلى وقتنا الحاضر وتواجدنا في البصرة واللي حتبدأ البطولة بعد يومين إن شاء الله. هذه هي البطولة قائمة، تزداد يوما بعد يوم، سنة بعد سنة، برغم ما قيل عنها وما يقال عنها بأنها بطولة محلية، لكنها تبقى بطولة لها خصوصيتها بين أبناء المنطقة. عندما انطلقت هذه البطولة في شهر مارس 1970 في البحرين، كانت البداية بأربع منتخبات باستثناء يعني سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، ما شاركوا في الدورة الأولى. كانت لبنة أولى لهذه البطولة، بدأت بملاعب رملية في ذلك الوقت. والله تتفق الروايات وتختلف، وإن كان يعني فكرة بدأت من السعودية وتبنتها البحرين، والبحرينيين يقولوا لا نحن أصحاب الفكرة ونحن اللي تبنيناها. على كل حال ما مهم، المهم هنا البطولة بدأت. هذه البطولة منذ انطلاقتها في كل سنة أو في كل عام أو كل عامين عندما تقام شيء جديد. هذه البطولة من بدأت قدمت لنا المنشآت الرياضية في دول الخليج. يعني اليوم في كل بطولة من البطولات لابد أن تكون هناك في ملاعب، تكون هناك في استادات، بدليل أنها في البصرة أخرها البصرة انعمل استادين، استاد البصرة واستاد المينا خصيصا لدورة كأس الخليج. كل المجمعات الرياضية أو الاستادات اللي أقيمت من أجل دورات كأس الخليج. دورات كأس الخليج أيضا أوصلت منتخبات الخليجية إلى كأس العالم، إلى كأس آسيا. دورات كأس الخليج أحضرت مدربين على مستوى عالي، زاغالو، كارلوس ألبرتو، لوروا.